الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة ويوجه بالاعتماد على المكونات المحلية في التنفيذ. مدبولي يشهد توقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات 8 مليارات دولار. وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن محادثات مرتقبة مع نظيره الروسي ستكون الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وذلك نظرا لتأثر سلاسل الإمداد العالمية وما تمثله من فرصة لتوطين الصناعة بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة لتطوير الريف المصري. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ولواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري. وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذي للمرحلة الأولى للمبادرة التي تشمل إجمالي عدد 1477 قرية وتوابعها تضم حوالي 18 مليون مواطن، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية والإجراءات التي تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لا سيما شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي والكهرباء والإنارة والاتصالات والبريد والنقل والطرق والمجمعات الحكومية النموذجية والري والزراعة والتعليم والصحة والشباب والرياضة وبرامج التضامن الاجتماعي والإسكان والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية. كما تم أيضاً استعراض مجمل التحديات التي ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع والإجراءات التي تم اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية، أخذاً في الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق في إطار مشروعات المبادرة التي تعتبر الأضخم من نوعها في تاريخ المشروعات القومية في مصر، إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى، فضلاً عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من 10,000 تابع، بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض السلع الغذائية الاستراتيجية. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع في تنفيذ مشروعات حياة كريمة نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية وبما يمثل كذلك تعزيز فرص توطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصة ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعام الهجري الجديد،
وفي نص برقية التهنئة أكد رئيس مجلس النواب ضرورة استلهام الدروس والمعاني الإنسانية العظيمة التي جسدتها الهجرة النبوية الشريفة من حب الأوطان والتضحية من أجلها وصدق النية وإتقان العمل. هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس السيسي بمناسبة الحلول العام الهجري الجديد، وفي برقيته أكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة الجليلة كانت ولا تزال رمزا لتجسيد أسمى معاني الجهاد في نشر مبادئ الدين الإسلامي الحنيفة. كما هنأ رئيس مجلس الوزراء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد، كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة بهذه المناسبة إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وكذلك لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لكل من وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية شوقي علام، وكذلك للقيادات والضباط والعاملين بوزارة الداخلية. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن إقامة مصنع جديد لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ 8 مليارات دولار. تم توقيع العقد بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة المتجددة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والشركة المصرية لنقل الكهرباء وصندوق مصر السيادي، والطرف الثاني المتمثل في إحدى الشركات الرائدة في مجال الطاقة المتجددة في الهند. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وضعت رؤية لتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز إقليمي رائد في صناعات الهيدروجين الأخضر. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة رينيو باور برايفت ليميتد، والذي ثمن حركة التنمية الملحوظة التي تشهدها مصر. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن أعمال تطوير الطريق الدولي الساحلي، وقد أطلع رئيس الوزراء على الأعمال الخاصة بتطوير الطريق الدولي الساحلي الإسكندرية مطروح بطول 55 كيلومترا في المسافة من تقاطع طريق وادي النطرون العالمين وحتى مدخل مطار العالمين. تستهدف تلك الأعمال إقامة 6 حارات رئيسية لكل اتجاه، بالإضافة إلى 4 حارات خدمة بواقع حارتين لكل اتجاه. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الجهود المتخذة لتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن عدد من المواقع في شرق القاهرة. وأكد مدبولي أن الاجتماع يستهدف متابعة الجهود المبذولة من جانب الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن بعض المواقع في شرق القاهرة، مشيرا إلى أن هذه التكليفات ترتبط بتحسين الخدمات المقدمة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري للحفاظ على المظهر الحضاري للدولة المصرية. تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي تقديم دعم شهري منتظم إلى 400,000 أسرة هي الأكثر احتياجا بتكلفة إجمالية تبلغ 2,400,000,000 جنيه. كما أعلن التحالف الوطني استمرار تنفيذ مستهدفات خطة الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة وصل الخير 2 لخدمة ورعاية نحو 5 ملايين أسرة خلال العام الجاري. نظمت الهيئة العربية للتصنيع احتفالية احتفاء بأبناء شهداء الوطن وأسرهم من الجيش والشرطة. بدأت الاحتفالية بكلمة للفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أعرب خلالها عن تقديره وإعزازه لجميع أسر وأبناء شهدائنا من رجال القوات المسلحة والشرطة.
كما أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى تاريخ تأسيس الهيئة ودورها القومي كأحد نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية. وتضمنت الزيارة تفقد أكاديمية التدريب بالهيئة العربية للتصنيع، حيث اطلع الوفد على نظم تدريب وتأهيل الكوادر في كافة مجالات الصناعة والإدارة ونظم المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات وآليات الإدارة الآلية والذكية والتدريب على الماكينات المبرمجة، وأعقبها التوجه لزيارة لمصنع الإلكترونيات التابع للهيئة العربية للتصنيع. نظمت القوات المسلحة احتفالية بمناسبة حصول كلية الطب بالقوات المسلحة على الاعتراف الدولي من المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية GMC، بأن التعليم بكلية الطب بالقوات المسلحة يتطابق مع معايير التعليم بكلية الطب بالمملكة المتحدة. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية للارتقاء بمعايير الجودة الطبية لتتماشى مع معايير الجودة العالمية في التخصصات الطبية المختلفة. ويعتبر المجلس الطبي العام بالمملكة المتحدة البريطانية هو المجلس المسؤول عن تنظيم وحوكمة الأطباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة البريطانية والمتعلق بسلامة المريض والتأكد من جودة الرعاية التي تعكس جودة التعليم والتدريب بكليات الطب. نظمت أكاديمية الشرطة 4 دورات تدريبية بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والفرنسي لطالبات كلية الشرطة في مجال فحص وثائق السفر وكشف المزور منها. يأتي ذلك في إطار الاستفادة من الخبرات الدولية لتعزيز قدراتهن في هذا المجال. في إطار تعزيز قدرات طالبات كلية الشرطة الفنية وتأهيلهن للعمل الميداني، خاصة في مجال فحص وثائق السفر وكشف المزور منها، والاستفادة من الخبرات الأجنبية والدولية في هذا المجال، نظمت أكاديمية الشرطة 4 دورات تدريبية بالتنسيق مع الجانبين الأمريكي والفرنسي لطالبات كلية الشرطة. Parce qu'ils n'avaient que du matériel qu'ils pouvaient utiliser, des imprimantes, des très grosses, dans c'était de l'industrie, hein, des imprimeries traditionnelles pour réaliser des faux documents. C'est ce qui explique finalement l'augmentation de ce phénomène de fraude documentaire, de fraude dans l'identité. Good one. That's false. It's not the same. This one doesn't exist. على مدار أيام الدورات الأربعة، قام الخبراء من الجانبين الفرنسي والأمريكي بتعريف المتدربات بمختلف أنواع جوازات السفر وإطلاعهن على أحدث الوسائل المستخدمة لتأمينها وكشف أساليب التزوير المستحدثة، فضلاً عن تدريبهن على كيفية فحص وثائق السفر والتحقق من صحتها، بما يؤهلهم للعمل الميداني في المجالات ذات الصلة عقب التحاقهن بالعمل الأمني مستقبلاً. Il y a des gens qui ouvrent des comptes bancaires avec des faux documents, des fausses fiches de salaire, qui alimentent ces comptes, qui demandent des crédits et qui disparaissent dans la nature comme ça au bout d'un certain. وقد أشاد الخبراء بنشاط الطالبات واستيعابهن لبرامج الدورات التدريبية، والذي ينعكس على تعزيز قدراتهن على العمل في هذا المجال الحيوي الذي يعنى بمكافحة إحدى الجرائم غير النمطية التي تتطور مع تطور التكنولوجيا. وتأتي هذه الدورات التدريبية والبرامج التعليمية والتدريبية المتطورة التي تخللتها في إطار الحرص على الارتقاء بالبرامج التدريبية التي يتلقاها طلاب كلية الشرطة، والانفتاح على كل ما هو جديد في مجال العمل الأمني، والاستفادة من الخبرات الأمنية الدولية لصقل مهاراتهم الأمنية ليتمكنوا من أداء رسالتهم الأمنية مستقبلاً بكفاءة وفاعلية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.
واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حرب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 478 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 125 طن. وفي مجالي حرب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة 19 طن. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط قرابة 105 أطنان. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 705 قضايا، من بينها 179 قضية خبز ناقص الوزن و 181 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 61 طن أقماح محلية. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوس دندياس، وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن الاتصال تناول عددا من ملفات التعاون الثنائي بين مصر واليونان وسبل دفع هذا التعاون، خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة على العديد من الأصعدة. وأضاف المتحدث أن الوزيرين تشاورا حول مجمل أوضاع المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، بالإضافة لسبل التعاون المشترك للحد من الآثار الناجبة عنها ومواجهة التحديات ذات الصلة. أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي دعم الحكومة للمؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب والتصدي لجميع التجاوزات التي تمس أمن البلاد. جاءت تصريحات الكاظمي خلال ترأسه اجتماعا للقيادات الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار لبحث الوضع الأمني. وقد أشاد الكاظمي بجهود القوات الأمنية التي ساهمت في تعزيز أمن واستقرار المواطنين. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد ضرورة إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالانتخابات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب القادم، ثم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يقتضي نظاما انتخابيا خاصا. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي برئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث تم تناول الوضع العام في البلاد وسير عدد من المرافق العمومية إلى جانب جدول أعمال مجلس الوزراء. كما أكد سعيد خلال اللقاء ضرورة إعداد مشروع نص آخر للمحكمة الدستورية تطبيقا لأحكام الدستور الجديد. توجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا في ثاني محطات جولته الخارجية بعد اليونان. وفي ختام زيارة ولي العهد السعودي لليونان تم التوقيع على سلسلة من اتفاقيات الأعمال. وجاء التوقيع في أعقاب اجتماع بين ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء اليوناني، حيث اتفق البلدان على مد كابل بيانات تحت البحر المتوسط يربط أوروبا بأسيا، وناقش إمكانية ربط شبكتي الكهرباء فيهما لتزويد أوروبا بطاقة خضراء أرخص. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن محادثات مرتقبة مع نظيره الروسي سيرجي لافروف ستكون الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا. وقال بلينكين خلال مؤتمر صحفي إن محادثاته مع لافروف سوف تتركز على الأمريكيين المحتجزين في روسيا. كما قال إن لا أحد سيعترف بضم روسيا لأي أراض أوكرانية. نفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن تكون بلاده مسؤولة عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العالم عقب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، رافضا ما يسمى بأزمة الغذاء. واتهم لافروف الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدفع الأسعار نحو الارتفاع
من خلال اتباع سياسات خاطئة فضلاً عن تخزين المواد الغذائية أثناء جائحة كورونا. كما أضاف وزير الخارجية الروسية أن الوضع في أوكرانيا أثر سلبياً بشكل إضافي على أسواق المواد الغذائية، ولكن ليس بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بل بسبب رد الفعل غير الملائم بالمرة من الغرب الذي أعلن فرض عقوبات على موسكو. أعلنت البحرية الأوكرانية أن الموانئ الثلاثة بالبلاد والمخصصة لتصدير الحبوب استأنفت عملها. وبعد أكثر من 25 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عالقة بالموانئ بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، يذكر أن روسيا وأوكرانيا وقعتا اتفاقا الجمعة الماضية لمدة 4 أشهر من أجل إعادة تصدير الحبوب والأسمدة لتخفيف أزمة الغذاء العالمية. أعلن نائب رئيس مجلس إدارة شركة غاز بروم الروسية فيتالي ماركيلوف أن الشركة لا تزال تنتظر تسلم توربين سيمنز. كما أشارت غاز بروم إلى أن شركة سيمنز الألمانية لا تقوم بأعمال الصيانة المطلوبة لمحركات خط الأنابيب نورد ستريم 1. من جهتها أعلنت الحكومة الألمانية أن تقليص إمدادات الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم 1 هو لعبة من روسيا لإثبات القوة. وأضافت الحكومة الألمانية أنها لا ترى أسباباً تقنية لتقليص إمدادات الغاز الروسي. عين البرلمان الأوكراني أندري كوستن النائب عن حزب الرئيس فلوديمير زيلينسكي في منصب المدعي العام. ووافق البرلمان على ترشيح كوستن بأغلبية 299 صوتا بحضور زيلينسكي بعد أكثر من أسبوع من إقالة إيرينا فينيديكتوفا المفاجئة من هذا المنصب. وكان كوستن العضو في حزب خادم الشعب الرئاسي والبالغ من العمر 49 عاما والمنحدر من أوديسا في جنوب أوكرانيا، يرأس سابقا لجنة القوانين. السيد الرئيس الأعزاء ممثلو الشعب، أولا أنا ممتن للسيد الرئيس الذي قدم مقترحا بموافقة البرلمان الأوكراني على تعييني في منصب المدعي العام. علينا أن نضمن تطبيقا فعالا لتوصيات ونتائج المفوضية الأوروبية بالنسبة لطلب أوكرانيا بالعضوية في الاتحاد الأوروبي. إن وضع نظام للسلطات الخاصة في مجال مكافحة الفساد لم يكن فقط مطلبا وقتها، وإنما أيضا هو جزء من التزامات دولية تنوط بها أوكرانيا. هيئة مكافحة الفساد الأساسية في الدولة التي تهدف أنشطتها لمكافحة الفساد في أعلى مراتب السلطة هي مكتب المدعي المخصص لمكافحة الفساد. انخفضت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى في عام ونصف تقريبا في يوليو، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. وانخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد لثقة المستهلك 2.7 نقطة إلى 95.7 نقطة هذا الشهر، وهو أدنى مستوى منذ فبراير من عام 2021 وثالث انخفاض شهري على التوالي. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة كونفرنس بورد أن المستهلكين أعادوا تقييم خطط إنفاقهم بشكل حاد هذا الشهر. تعطلت شبكة السكك الحديدية في بريطانيا بشكل كبير مرة أخرى نتيجة إضراب الموظفين بسبب خلاف على الأجور وظروف العمل. وحثت الشركة المشغلة لشبكة السكك الحديدية في بريطانيا مستخدمي القطارات على عدم السفر إلا للضرورة. ويشار إلى أنه كادت أن تتوقف شبكة السكك الحديدية في بريطانيا لمدة 3 أيام بسبب إضراب الشهر الماضي.
تعهد المستشار النمساوي كارل نهمر بتكثيف الجهود الحكومية الحالية لمكافحة الغلاء وارتفاع معدلات التضخم وتأمين احتياجات البلاد من الغاز. من جانبه قال نائب المستشار النمساوي إن خطط الإصلاح الضريبي سوف تؤتي ثمارها في الشهور الثلاثة المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية الراهنة في النمسا وأوروبا من أصعب أوقات الأزمات منذ الحرب العالمية الثانية. قفزت أسعار القمح الهندي إلى مستوى قياسي على الرغم من حظر الصادرات مع تزايد الطلب وتراجع المعروض نتيجة لموجة حارة أضرت بالمحصول الهندي. هذا وخفض ارتفاع الأسعار فرصة أن تقدم الهند كميات كبيرة من القمح بموجب اتفاقات حكومة ثنائية لدول تعاني بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا. وقفز سعر القمح الهندي في السوق المحلية إلى مستوى قياسي بلغت نسبة الزيادة 12% عن مستوياتها السابقة التي بلغتها بعد أن حظرت الحكومة الصادرات بشكل مفاجئ يوم 14 من مايو الماضي. التاسعة ما زالت متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري وتتابعون فيها. منظمة الصحة العالمية تعلن إصابة نحو 18,000 حالة بجدر القردة عالميا. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل أكثر من 18,000 حالة بمرض جدري القردة على مستوى العالم في 78 دولة غالبيتها في أوروبا. كانت المنظمة الدولية قد أعلنت يوم السبت الماضي تفشي جدري القردة كحالة طوارئ صحية عالمية. حذر علماء من أن فرصة وقف انتشار فيروس جدري القردة تتضاءل مع زيادة عدد الحالات بمقدار الضعفين وذلك كل أسبوعين. مع إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس جدري القردة الذي بات مصدر قلق دولي، قدم عدد من العلماء مشورة للمنظمة الدولية بشأن المرض مفادها أن فرصة وقف انتشار المرض تتضاءل مع زيادة عدد الحالات إلى مثليه كل أسبوعين، مما يثير مخاوف من أن وصول الانتشار لذروته قد يستغرق شهورا. وفي أحدث إحصاء توقعت منظمة الصحة العالمية أن يصل عدد الإصابات إلى ما يزيد على 27,000 بحلول 2 أغسطس في 88 دولة، ارتفاعا من 17,800 حالة في نحو 70 دولة. ومع الانتشار الراهن الذي قد يؤدي إلى تحورات في الفيروس تجعله أكثر فاعلية في التفشي بين البشر، أكدت آن ريموين أستاذة علم الأوبئة بجامعة كاليفورنيا عضو لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية بشأن جدري القردة، أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات لمواجهة الفيروس خاصة أن فرصة القيام بذلك تتضاءل. ومع تجاهل وجود المرض في أجزاء من أفريقيا بدرجة كبيرة على مدى عقود، الأمر الذي بات يدق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى استجابة دولية منسقة وتضافر الجهود العالمية لتبادل اللقاحات والعلاجات لمواجهة هذا المرض. في أول ظهور له عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن العالم يواجه متحورا شديد العدوى، ونصح بايدن بضرورة ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة. قمت بإجراء كل الأعمال المكتبية بدون أي مقاطعة من أي أحد. إذن هذه ميزة من ميزات الانعزال بسبب الإصابة بكوفيد-19. الآن نحن نواجه متحورا جديدا BA5. هذا المتحور قد ظهر بشكل مستجد، والكثير من الإصابات حول العالم لا فقط هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك علينا أن نأخذ الإجراءات الاحترازية من أجل أن نبطئ من انتشار هذا الفيروس. وفرنا الاختبار أو الفحص على مستوى واسع حتى تقوموا بفحوصاتكم، خاصة بعد الاختلاط بأشخاص معرضين للعدوى، ولقد وفرنا الكمامات بشكل مجاني، لذلك رجاء ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة. هذه الإجراءات الاحترازية تضيف مستوى حماية إضافي لكم ولمن هم حولكم.
عقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسة مباحثات مع رئيس بنين باتريس تالون في القصر الرئاسي في مدينة كوتونو في ثاني محطات جولة ماكرون الأفريقية. تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إلى بنين بعد يوم من لقائه بالرئيس الكاميروني بول بيا في ياوندي، حيث قال الرئيس الفرنسي إن بلاده ستساعد بعض الدول الإفريقية على زيادة إنتاج الغذاء لمواجهة نقص الغذاء الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية. انطلقت القافلة الطبية بقرية أم الحويطات التابعة لإدارة سفاجة الصحية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وقال منسق القوافل الطبية بالبحر الأحمر إن القافلة أجرت الكشف الطبي مع صرف العلاج ل 149 حالة بمختلف التخصصات الطبية مع الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة. في استجابة سريعة من مؤسسة حياة كريمة، قدمت المؤسسة الدعم اللازم للأسر التي احترقت منازلها في قرية خفية العتمور بمركز كومومبو. شملت المساعدات أجهزة كهربائية ومواد غذائية وبطاطين، بالإضافة إلى عدد من رؤوس الماشية. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص المخصصات المالية للمستشفيات الحكومية بالموازنة العامة الجديدة، وأكد المركز أنه تمت زيادة مخصصات الصحة بالموازنة الجديدة بنسبة تصل إلى 12.5% لتصل إلى 310 مليارات جنيه مقارنة ب 275.6 في موازنة العام الماضي، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها. قال محافظ السويس عبد المجيد صقر إن أعمال التطوير ستحول حي الجناين لمكان يليق بسكانه بعد حرمانهم من الخدمات لسنوات طويلة قبل دخول الحي للحيز العمراني خلال العام الماضي. جاء ذلك خلال جولة أجراها محافظ السويس لمتابعة المشروعات التنموية وأعمال التطوير بأحياء السويس. بدأت الجولة بمتابعة الأعمال للمراحل الجديدة لتبطين ترعة السويس، مشيرا إلى أن أعمال التطوير مستمرة تباعا للحفاظ على الشريان المائي الحيوي. وكلف محافظ السويس إدارة المرور بتأمين الطريق وعمل الإشارات المرورية على الطرق الجديدة التي يتم رصفها لتصبح محاور مرورية تحدث السيولة المرورية والأمن والأمان بهذه الشوارع والمناطق. أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج استمرار استقبال شون وصوامع المحافظة للأقماح الموردة من المزارعين والموردين حتى نهاية شهر أغسطس. وقالت مديرية الزراعة بسوهاج إن هناك إجراءات رادعة يتم اتخاذها ضد الممتنعين عن توريد محصول القمح وفق القرار الوزاري. توريد القمح محافظة سوهاج موردة حتى تاريخه 110,000 طن، ونأمل ان احنا ان شاء الله هنزيد الفترة الدانية لان التوريد مستمر لنهاية شهر اغسطس. فيما غير ذلك لا تقدم اي خدمات زراعية للمزارعين القمح الا بعد الاطلاع على الموقف التوريد، وبيتم صرف الاسمدة مقابل توريد القمح، وفي حالة عدم التوريد لا تقدم اي خدمات زراعية من جمعية زراعية للمواطن.
والآن متابعة لأهم الأخبار الاقتصادية. باقة من الأخبار الاقتصادية بصحبة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد عبدو، شكرا إلهام نمر، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. توقع بنك التنمية الأفريقي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.7% خلال العام الجاري. جاء ذلك في تقرير البنك الذي أصدره بعنوان أفاق الاقتصاد في أفريقيا 2022. وكانت توقعات البنك الأفريقي للتنمية لنمو الناتج المحلي الإجمالي قدرت عند نسبة 3.6% و3.3% على التوالي خلال العامين الماضيين 2020-2021. وأظهرت إحصاءات البنك لمستويات نمو الاقتصادات الإفريقية أن مصر واحدة من الدول القليلة بالقارة التي حققت معدل نمو إيجابي خلال عام 2020 الذي شهد جائحة فيروس كورونا. عقد وزير البترول طارق الملا مباحثات ثنائية مع مفوضة الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الأفريقي أماني أبو زيد. تناولت المباحثات مناقشة الرؤية الموحدة للتحول الطاقي في أفريقيا والتي سيتم عرضها في مؤتمر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ نوفمبر المقبل. أكد الملا أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الاتحاد الأفريقي مع تولي مصر قيادة ملف الطاقة في القارة الأفريقية خلال قمة COP27 والإعلان عن موقف أفريقي موحد في قضية التحول الطاقي العادل. أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري عند نسبة 5.9% في عام 2022. وفي سياق متصل أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات. إشادات دولية بصلابة الاقتصاد المصري في ظل التحديات التي تواجهها أكبر اقتصاديات العالم. إشادات جنتها مصر نتيجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تبنته خلال الفترة الماضية وجهود التنمية على مختلف المحاور والأصعدة. آخر تلك الإشادات والتوقعات الإيجابية جاءت على لسان صندوق النقد الدولي الذي أبقى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي عند نسبة 5.9%، في حين خفض تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي من 3.6% إلى 3.2%. الصندوق توقع في تحديث شهر يوليو لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2023 نمواً بنسبة 4.8%. وفي سياق متصل أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انخفاض الفجوة بين الصادرات والواردات لأقل مستوى لها منذ 7 سنوات، حيث يواصل الميزان التجاري تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية. وخلال استعراضه أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، أشار المركز الإعلامي إلى أن الميزان سجل 39 مليار دولار و8 ملايين عام 2021 و 41 مليارا ومليون دولار عام 2020، وذلك بفضل جهود الدولة في تحسين أداء الميزان التجاري. وفيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية، أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء زيادة الصادرات بنسبة 47.3% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالشهور ذاتها من عام 2021، بينما انخفضت قيمة العجز التجاري بنسبة 6.8% في الفترة ذاتها. هكذا أصبح تحسين أداء الميزان التجاري وتحفيز الصادرات هدفاً قومياً واستراتيجياً تتسارع في إطاره جهود الدولة المصرية
في ظل وجود تكامل بين السياسات المالية والنقدية وضوابط الإنتاج والحرص على دعم القطاعات الإنتاجية التي تعمل على تحقيق أهداف التصدير والتركيز على السلع المصرية التي حققت ميزة تنافسية. وإلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على تراجع جماعي مدفوعة بعمليات بيع من المتعاملين الأجانب، بينما اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء. خسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات و300 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 624 مليارا و400 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 9350 نقطة، وأغلق عند مستوى 9287 نقطة، متراجعا بنسبة 67% وفتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 1845 نقطة، أغلق عند مستوى 1833 نقطة، منخفضا بنسبة 62%. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 2704 نقاط، ليغلق عند مستوى 2686 نقطة، متراجعا بنسبة 68%. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع. أما عن سعر اليورو، فقد سجل نحو 19.16 جنيه للشراء و19.28 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 22.77 جنيه للشراء و22.91 جنيه للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، فوصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.14 جنيه للشراء و5.17 جنيه للبيع. بالنسبة لسعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.05 جنيه للشراء و5.05 جنيه للبيع. في أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب العالمية لتسجل نحو 1713 دولارا للأوقية. محليا استقرت أسعار الذهب ليسجل عيار الذهب 18 نحو 846 جنيه. أما بالنسبة لعيار الذهب 21، وصل سعره إلى 987 جنيه، وهو الأكثر مبيعا، في حين وصل سعر عيار الذهب 24 إلى 1128 جنيه. أما بالنسبة للسعر الجنيه الذهب، فوصل سعره إلى 7869 جنيه. في أسواق البترول العالمية، وسعت أسعار النفط مكاسبها بعد الكشف عن بيانات إدارة معلومات الطاقة التي تفيد انخفاض مخزونات النفط والبنزين خلال الأسبوع الماضي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي مكاسبها لترتفع بنسبة 1.9% إلى 106 دولارات و37 سنت، بينما زاد الخام الأمريكي بنسبة 2.27% ليسجل نحو 97 دولارا و15 سنت. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2% لتصل إلى 3 دولارات و50 سنتا لللتر. كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4% لتسجل نحو 9 دولارات و5 سنتات لكل مليون وحدة حرارية. في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام هبطت بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مدفوعة بقفزة في الصادرات رفعتها لأعلى مستوى على الإطلاق، فيما يرجع إلى خصم كبير في أسعار الخام الأمريكي مقارنة مع خام برنت القياسي العالمي. وقالت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام تراجعت 4,500,000 برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 422,100,000 برميل. يرجع هذا الانخفاض في جانب كبير منه إلى قفزة في صادرات الخام التي سجلت مستوى قياسي بلغ 4,500,000 برميل يوميا الأسبوع الماضي.
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس ليتراوح بين 2.25% و 2.5%. من جانبه أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جروم باول على أنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي في ركود. وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في يونيو الماضي رفع معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس. هبطت عقود شراء المساكن القائمة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يونيو بسبب استمرار تزايد فوائد القروض العقارية وارتفاع أسعار المنازل في الحد من القدرة الشرائية للمشترين الذين يدخلون السوق للمرة الأولى. قالت الرابطة الوطنية للسماسرة العقاريين إن مؤشرها لمبيعات المساكن القائمة على أساس العقود الموقعة تراجع بنسبة 8.6% الشهر الماضي. حذر صندوق النقد الدولي من وقف امدادات الغاز الروسي لاوروبا ما قد يؤدي الى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي. اشار الصندوق الى ان نمو الاقتصاد العالمي قد يتباطأ الى 2.6% في 2022 والى 2% في 2023 اذا اوقفت روسيا امدادات الغاز لاوروبا. يواجه العالم الكثير من التحديات في الفترة المقبلة، ومن أكبر التحديات ارتفاع نسب التضخم وتوقعات بانخفاض نمو الاقتصاد العالمي في ظل العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأيضاً وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا الذي قد يؤدي إلى المزيد من تباطؤ الاقتصاد العالمي. وفي هذا السياق خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي الناتج الداخلي للعام 2022 إلى 3.2%، أي أقل من 4%، من توقعات أبريل. وأكد صندوق النقد أن الاقتصاد العالمي واجه عدة صدمات مما أدى إلى إضعافه، ومنها وباء فيروس كورونا، وأيضاً العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا التي أدت إلى ارتفاع أسعار الأغذية والطاقة العالمية، مما دفع المصارف المركزية إلى رفع معدلات الفائدة بشكل حاد. ويتوقع صندوق النقد حالياً أن ترتفع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة 8.3% هذا العام، بينما تواجه اقتصادات الأسواق الناشئة ارتفاعاً في أسعار المواد الاستهلاكية تبلغ نسبته 9.5%. هذا وخفض الصندوق توقعات النمو لمعظم البلدان، وشمل ذلك إعادة نظر في اقتصادي الولايات المتحدة والصين ليخفض التوقعات السابقة بأكثر من نقطة. ويتوقع الصندوق أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة 2.3% في ظل تراجع إنفاق المستهلكين وارتفاع معدلات الفائدة. ولفت الصندوق إلى أن الركود قد يكون بدأ بالفعل في الولايات المتحدة، كما يتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الصيني بشكل كبير في عام 2022 ليسجل النمو 3.3% فقط، وهي أقل نسبة منذ أكثر من 4 عقود، باستثناء النسبة المسجلة خلال أزمة كوفيد عام 2020، وبسبب المخاوف المرتبطة بالوباء وتدهور أزمة قطاع العقارات بحسب التقرير. هذا ورفع صندوق النقد توقعات التضخم العالمي ب 9% إلى 8.3% في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء واضطراب سلاسل الإمداد. كما حذر الصندوق من تزايد مخاطر أزمة الديون في الأسواق الناشئة بسبب قوة الدولار وارتفاع تكلفة الاقتراض وضعف النمو. أعلنت شركة الطيران الألمانية لوفتانزا إلغاء أكثر من 1000 رحلة جوية بسبب اضطراب موظفي الخدمات الأرضية. وذكرت شبكة ABC نيوز الأمريكية أن حوالي 134,000 مسافر اضطروا إلى تغيير خط سفرهم أو إلغائها تماما بسبب الإضراب، مشيرة إلى أن المحاور الرئيسة لشركة لوفتانزا في مدينتي فرانكفورت وميونخ هي الأكثر تضررا. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لمحمد وإلهام لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة.
أعلنت المفوضية الأوروبية استجابتها للمشاركة في جهود مكافحة حرائق الغابات التي اشتعلت عبر مساحات كبيرة في شمال التشيك وعلى طول الحدود مع ألمانيا. وذكرت المفوضية أن الاتحاد الأوروبي أرسل طائرتي إطفاء ومروحيتين إلى شمال التشيك. تقوم حاليا كل من بولندا وسلوفاكيا بنشر مروحيات إطفاء في البلاد بجانب طائرتين تابعتين لأسطول الإنقاذ الأوروبي المتمركز في إيطاليا، ستعملان في التشيك اعتبارا من اليوم. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة أعمال العنف التي استهدفت عدة قواعد للأمم المتحدة في أنحاء إقليم شمال كيفو بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. هذا وشدد غوتيريش على أن أي هجوم موجه ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة قد يشكل جريمة حرب، ودعا السلطات الكونغولية إلى التحقيق بسرعة في عمليات القتل وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة. وقد أسفرت الاحتجاجات المناهضة للأمم المتحدة في بلدة بوتيمبو بشرق الكونغو إلى مصرع ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة العشرات. بعد محادثته مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، قال رئيس الوزراء الياباني فوميدو كيشيدا قال إن قوات الدفاع اليابانية ستشارك للمرة الأولى في تدريبات عسكرية في إندونيسيا الشهر المقبل، وذلك إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا. كما اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة خلال اجتماعهما الثاني هذا العام بعد الاجتماع الذي عقد في أواخر إبريل، حيث أكد كيشيدا أن إندونيسيا هي شريك استراتيجي رئيسي لليابان، وأضاف أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية ستنضم إلى تدريبات درع جارودا العسكرية المشتركة التي ستجرى في إندونيسيا اعتبارا من الأول من أغسطس القادم. أعلنت مصادر داخل البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتحدث إلى نظيره الصيني تشي جين بينغ غدا الخميس. وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن الاتصال الهاتفي سيتطرق إلى قضية تايوان والأزمة الروسية الأوكرانية. وفي وقت سابق قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إن إدارة التنافس الاقتصادي بين البلدين ستكون حاضرة بدورها في المحادثات. First, these proxy officials will arrange sham referenda on joining Russia. Then, Russia will use those sham referenda as a basis to try to claim annexation. وعن آخر أخبار الكرة والأخبار الرياضية نتابعها مع فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا إلهام، شكرا محمد، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا. وهذه الجولة الرياضية. تجرى الآن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع مصر المقصة على استاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز. يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 51 نقطة من 24 مباراة، بينما يتذيل مصر المقصة جدول الترتيب برصيد 15 نقطة. حقق فريق بيراميدز الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الممتاز. سجل رمضان صبحي هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 71 من عمر المباراة. ارتفع رصيد بيراميدز عند 69 نقطة في المركز الثاني، خلف الزمالك المتصدر بفارق نقطة واحدة، وتوقف رصيد البنك الأهلي عند 37 نقطة في المركز السابع. انتهت مباراة سموحة والمقاولون العرب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز. بهذه النتيجة يصعد سموحة للنقطة 40 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد المقاولون للنقطة 24 ليحتل المركز 16. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لمحمد وإلهام لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. وعن آخر أخبار الطقس والأحوال الجوية نتحول مرة ثالثة وأخيرة إلى فاطمة خليل. شكرا محمد، شكرا إلهام، وأهلا بكم مجددا. وأخيرا مشاهدينا، وقفة أخيرة مع أحوال الطقس.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد. حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على باقي الأنحاء. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة العظمى 36، الصغرى 24، الإسكندرية 32-25، مطروح 30-22، بورسعيد 32-25، إسماعيلية 37-23، وجوها حار. أما بالنسبة للسويس 36-23، العريش 33-23، طابة 36-27، شرم الشيخ 38-27، الغداء 39-28، وجوها أيضا حار. بالنسبة للأقصر 42-26، أسوان 43-28، الوادي الجديد 42-22، شلاتين 37-26، حلايب 34-26، وجوها أيضا حار. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم. بلقطة اليوم نصل لختام نشرة التاسعة، بقي أن نذكر حضراتكم بأبرز عناوينها. الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة ويوجه بالاعتماد على المكونات المحلية في التنفيذ. مدبولي يشهد التوقيع على مذكرة تفاهم لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستثمارات تصل ل 8 مليارات دولار.
وزير الخارجية الأمريكي يعلن عن محادثات مرتقبة مع نظيره الروسي ستكون الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال مستمرا مع الإعلامية هدير أبو زيد. مساء الخير هدير. مساء الخير هدير. مساء الخير محمد، ومساء الخير يا إلهام، وبشكركم لنشرة التاسعة وشكرا لكل صناع نشرة التاسعة على القناة الأولى. استأذنكم نبدأ حلقتنا النهاردة. حلقة موفقة إن شاء الله يا هدير. شكرا لكم.